عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم طبق ديال الشاورما مختلف في الشكل حتى في المذاق. غادي نستغناو فيه على الاله ديال الشاورما، غادي نوجدوه بطريقه مختلفه وبواحد الحشوه اللي هي لذيذه جدا. كنا كنعرفوا ان الشاورما كيكون عندها واحد المذاق اللي هو خطير، خصوصا الشاورما اللي مصنوعه في البيت، لكن هذه كتجي مختلفه شكلا ومذاقا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم والفكره ديال اليوم تنال اعجابكم، وندوزوا على بركه الله للطريقه والمقادير. وفي المكونات كنحتاجوا بطبيعه الحال صدر الدجاج مقطع الى شرائح، نضيفوا له الملح، البابريكا، الابزار والكركم، العطريه الخاصه او التوابل الخاصه بالشاورما الا كانت، الا ما كانتش كنستغناو عليها، ونضيفوا فقط الثوم غبره زائد صلصه الصويا والمطاط، هادو كافيين على انهم يعطيونا واحد المذاق خطير في الشاورما. يكفي اننا نخليوها يعني تتشرب هذوك المكونات، نخليوها واحد المده ديال ليله تبات، او الليله كنا غنستعملوها في رمضان في الفطور نوجدوها مع الصباح، ونخليوها النهار كامل، وفي العشيه نوجدوها. كيف شفتوا انا ضفت هنا ملعقه كبيره من صلصه الصويا، وملعقه كبيره من المطاط، وملعقه كبيره من المايونيز باش كيخلي هذاك الدجاج يجي شتي. ممكن تستعملوا الياورت، لكن انا كنفضل المايونيز، كيكون عنده كيضيف حتى واحد المذاق يعني لهذا الدجاج. والهريسه الا كتعجبكم الحال كتضيفوا الهريسه كذلك. انا وجدت هذا الدجاج وغادي نخليه يعني صيبته انا على الاقل، خصو يبقى واحد 3 سوايع ولا 4، لكن انا وجدته في الصباح وفي العشيه غاد عاد كملت تتمه المراحل. عندي هنايا الخبز ديال الشاورما، عندي انايا هاد القطع عندي صغار، هذاك الشيء باش استعملت وحده كامله، كنلفوها على هذا الشكل، وكنستعملوا الماء والدقيق باش كنجمعها مع الجناب على شكل كورني او لا داك الشكل اللي كتشوفوا، يعني ساهله كتجمع. الا ما كانش هاد الخبز ديال الشاورما اللي هو صغير، كنستعملوا الخبز اللي كيكون كبير وكنقطعوه على 4، غير هو يعني غيجي صغير، غيجيو هاد الكورنيات غيجيو صغار على هادو، وحتى هما كيجيو احسن في الشكل. وكنستمروا على هاد الطريقه هادي حتى كنكملوا هذاك الخبز ديال الشاورما، كنسدوه مع الجناب بالماء والدقيق، كنديروا هاد العمليه شويه قبل باش كياخذ واحد شويه ديال الوقت باش كيلصق هذاك الخبز على بعضه، ومن بعد عاد كندوزو نعمرو. وهنا انا دزت باش نشحر الدجاج قليل من الزيت في المقلاة فقط، وكنشحروا هذاك الدجاج بسرعه، كيطيب مده ديال 5 أو 6 ديال الدقائق، راه كيكون واجد واحد الريحه كتكون طالعه منه خطيره جدا، وهذوك التوابل اللي عملنا ليه مع صلصه الصويا والمطاط كيكون عنده واحد المذاق هائل. وحبا في تقاسم الفكره، طريقتي في تحضير البطاطس المقليه، كنغلي الماء ونضيف له الخل والملح، ونقطعوا البطاطس ديالنا بالطريقه اللي حبينا، نخليو تصلح فيها الغليه ونشفوها من الماء ونقليوها، كتجي هائله ناشفه من الزيت، ما فيهاش الزيت نهائيا، وكتجي مقرمشه ولذيذه. غادي ندوزو باش نعمرو الشاورما ديالنا من بعد ما وجدنا الخبز على الطريقه. عندي صلصه غادي ندهن بها الخبز من الداخل، فيها ملعقه ديال المايونيز، ملعقه ديال الكيتشب، وملعقة ديال المطاط. هذه صلصة كتجي خطيرة في المذاق وسهلة يعني واجدة، ممكن توجدوا أي صلصة نتوما كتعجبكم، يعني صلصة الياغورت مع الثوم والزعتر أو أي حاجة نتوما كتعجبكم. الدجاج هو من بعد ما شحرناه وجد، عندي هنايا خضار كنكتفي أنايا بالفلافل، طماطم، بصلة، الخيار المخلل أو الكورنيشو، البطاطس من بعد ما قليناها كيف قلت لكم كتجي ناشفة من الزيت ومقرمشة. عندي هنايا الجبن، 4 أنواع ديال الجبن، ممكن تستعملوا أي جبن نتوما كيعجبكم.
والطريقه ديال التمر كتبقى بطبيعه الحال اختياريه. يعني كناخذ كميه ديال هذيك الصلصه كندهنوا بها داك الخبز من الداخل، وهذوك المكونات ممكن اننا نخلطوهم او لا، يعني نعملوا كميه ديال الدجاج زائد كميه ديال السلطه زائد كميه ديال البطاطس المقليه مع الجبن، او نخليو الجبن هو الاخر كيف ما حبينا. المهم هو انها كتجي خطيره في المذاق. غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل جميع القطع اللي عندي ديال الخبز، وكنصفوهم في طاوله الفرن. كندخلوها للفران يكون مسخن من قبل واحد المده ديال 10 دقائق فقط، غير كيتحمر شويه هذاك الخبز وكيذوب هذاك الفرماج اللي كيكون فيها، وكنخرجوها بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشاورما ديالنا ديال اليوم، وكتجي خطيره في المذاق ومختلفه وسهله في التحضير. يعني ما كتاخذش معنا وقت كثير، غير كنوجدوها كندخلوها للفران، يعني 10 دقائق ربع ساعه راه واجده. التزيين كيبقى اختيار، ممكن نزينوها بسلطه او لا اي حاجه كنحبوها. انا اكتفيت فقط اني نزلتها مع هذيك البطاطس المقليه المتبقيه زائد الكيتشوب، يعني حسب الذوق حسب الرغبه. هنايا انا يلا جبتها من الفران، كانت مازال سخونه وقت الفطار، بصح فطوركم. والفكره ديال اليوم كانت هي هذه، نتمنى انها تنال اعجابكم. تخلوا لي لايك وتعليق تقولوا لي كيف جاتكم، وتشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركينش. والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.